المواجهات اللي تتحدث عنها أو دور الحكومة. الحكومة عندما جاءت بتصويت من قبل القوى السياسية المتمثلة بالبرلمان، وكان واجباتها أو الخطوات اللي قدمت بها أنه تجري انتخابات مبكرة من ضمن برنامجها الحكومي. طيب. الآن لحد الآن حقيقة البوادر طيبة، باعتبار الموعد اللي كان مفترض قام به الانتخابات لأسباب فنية تم تأجيله إلى تشرين. القوى السياسية التنافس حقيقة مشروع بين جميع الأحزاب والقوى السياسية، باعتبار لكن أن يكون تنافس انتخابي شريف مهني يتبنى أو يكون أساسه هو البرامج الانتخابية لكل حزب ولكل قاعدة وكل جمهور، كل حزب له جمهوره، وممكن أن يقنع جمهوره وكذلك بقية الجماهير الأخرى بالبرنامج الانتخابي اللي راح يتبناه وفق القانون الجديد ووفق المعطيات الجديدة. أسألك بشكل مباشر، الحكومة حقيقة الحكومة قائمة بواجبها لحد الآن، ولا أعتقد تحتاج إلى ما تفرض من ظهر سياسي حتى تقوم بواجبها، وبالتالي هي مصوت عليها رسميا، وواجبها هو إجراء انتخابات بالإضافة إلى هي واجب الحكومة. نعم، لا هي حكومة بحسب كل واجبات الحكومة بالدستور هي جاية تقوم بها، ما واجبها يعني هي مو سوى انتخابات بس الآن تدير دولة العراقية كلها، تدير دولة، ولكن كان من أولوياتها في برنامجها طيب إجراء الانتخابات، إجراء انتخابات مبكرة. وأنا أقول لك الانطباع اللي خلى هالسؤال، الانطباع العام، وصحح لي إذا أنا خطأ، الانطباع العام أن هنالك أطراف الآن بالمشهد السياسي العراقي اللي هي القوة السياسية القوية والتقليدية هذه، و بالإضافة إليها الآن الحكومة لأنها شكل جديد، كل هاي الأطراف قوية في قبال يعني الحكومة أضعف من كل هاي الأطراف، زين حكومة استنادا إلى وضعها الخاص هي أضعف من الصدريين وأضعف من الفتح وأضعف من يمكن غيرها، أوكي شلون راح تقدر تقوم بواجبها لإجراء انتخابات وفي ظل هذا بظل هذه الحركات هذه القوى القوية؟ احنا ما نريد نعزل الحكومة بجانب والقوى السياسية بجانب حقيقة، لأن هذه الحكومة هي تمثل القوى السياسية، وإن لم ينتمي سيد الكاظم لأحد القوى السياسية الموجودة، ولكن باعتبار تم التصويت على هذه الحكومة أصبحت تمثل هذه القوى السياسية، وبالتالي على القوى السياسية دعم الحكومة في برنامجها. القوى السياسية أيضا هي بحاجة إلى إقامة انتخابات، لا يمكن الذهاب بالعراق إلى فوضى وإلى عدم انتظام وعدم إجراء انتخابات لربما تتولد أمور أخرى خارج السيطرة. لا الكل يريد الانتخابات، ولكن بنسب متفاوتة، ولربما البعض يرى أنه الوقت غير مناسب أو بالنسبة له ليس لديه استعدادات، ولكن الكل متفق على إجراء انتخابات بوقت مبكر.